أهلا بكم من جديد مشاهدينا وحضورنا الكرام. معالم التاريخ والحضارة كانت حاضرة في البرنامج عبر 13 معلما سياحيا من مختلف محافظات منطقة القصيم، تم استعراضها في تقارير تناولت تاريخها وما تمثله من قيمة حضارية وسياحية هامة، ليتنافس الشعراء في رسم لوحة شعرية لهذه المعالم عبر حلقات البرنامج، ليتأهل منهم 13 شاعرا رسموا بإبداعهم الشعري صورة زاهية لمعالم المنطقة، وكانوا الدليل السياحي لها عبر مسابقة الدليل السياحي، وليشاركهم نجوم الفلكلور في إبداع هذه المعالم باللحن العذب لإبراز الوجه الحضاري والسياسي والسياحي للمنطقة بالكلمة المعبرة واللحن الجميل، ولتثبت أن أصوات الشعراء وحناجر المنشدين قادرة على التعريف بمعالمنا السياحية بأسلوب مؤثر وفريد وينفذ للقلوب قبل أي خطاب آخر. نشاهد هذا التقرير. كان ولا يزال سوق الجردة بمدينة بريدة واحداً من أهم الأسواق التجارية الرئيسية في نجد، إذ كانت حوانيت هذا السوق المبنية من الطين تضم أنواعاً متعددة ومتنوعة من البضائع والمعروضات. أنا في بريدة عشت 10 و8 سنين، ديار الوفا والجود يطيبها طيبة، وعشنا مع الأجواد ورحنا بفال زين، عطونا مجال العرف وحنا لهم سوقنا. تمشيت في سوق الجردة وإله الحين على البال ذاك السوق في الذاكرة منسى، تراث قديم وفيه فن يشوق العين، وقبة رشيد وجامع السوق فالمثنى. من أحد وأكبر المتنزهات البرية بمحافظة عنيزة، والذي يشتهر بكثبانه الرملية وتواجد أشجار الغضا. يكفي عنيزة جوها والتضاريس، وتكفيك شبة نارها من غضاها، وقت الشتاء فيها الغضا والطعاميس بحد النفود من الغضا في ذراها، وبالصيف في على النفود المجاليس تنعشك جلسة النفود وهواها، الديره اللي شبهوها بباريس تسوى فرنسا كلها من غلاها. يعرف بمرقب الشنانة، والذي يعود بناؤه إلى عام 1111 للهجرة. برج الشنانة له مساحة كبيرة في قلوبنا، وقلوبنا له مساحة، فالمنتصف يفرق عن أبراج غيره مع مرور الوقت ما حي أزاحه. معلم سياحي فيها الأشياء مثيرة، واجهة للي يريد السياحة، واجهة للي يريد السياحة، بدنا غالبنا وشامخ يعد السوق الشعبي في المذنب من أبرز المناطق السياحية والأثرية في القصيم، حيث يرجع تاريخ القرية إلى ما قبل القرن العاشر الهجري، والسبب في تسميتها بسوق المجلس لوجود الجلسات والتي يجلس فيها الناس بين الدكاكين للبيع ونقل الأخبار من البلدان الأخرى. اللي جعلوا لأهل السياحة من معالمها دليل مثل هل المذنب على طرح التراث مجملة، تراثها المجلس ومتحف بيت غيلان الجميل، ودار الحسياني تراث وقصرها ما تهمله. جنادرية منطقتنا سوقها نبع الأصيل، تراثها يعرض لنا عصر الرجال الأولى، الشعر موت العرب له وقفة الدبر العليل، وأهل الوفا من طبعها موروثها ما تهمل. من المعالم والتراث معلمة بالعلم جي شي مشرف منظر جمالها في مجمله. يعتبر متنزه المدينة الصحية السياحي
في محافظة البكيرية أحد أبرز المعالم السياحية بمنطقة القصيم، حيث تتوافد إليه العائلات لقضاء أوقات جميلة بطبيعته الخلابة وما يشتمل عليه من خدمات متميزة. والمنتزه صحي وفيه من الخدمات الجلال اللي يتقدم كاملة بتقان للي جولها، واصبح مقر للبرامج وابتكارات وخيال، والمهرجانات المقامة فيه داير حولها. فيها الأسر تبحث عن الانتاج والكسب الحلال، من دخلها المحدود تلقى فيه بعض حلولها، والمشي له مضمار صمم للمسافات الطوال، والفايدة عمت شباب المنطقة وثقولها. وتسمى رامتان، وهي مجموعة من الكثبان الرملية تبعد 15 كيلومترا جنوب البدائع، وقد تغنى به الشعراء الجاهليون ثم في صدر الدولة العباسية، وفيها طريق الحاج البصري ومنزله. هنا وقوفا على الأطلال في رامة، في قبلة الشعر والمروة وزمزمها، أم المحبين واللي يتبع الهامة، جينا على سفح من حقبة معالمها. أهلت الوادى الرمى نظرة وسلامة، وأهلت بنان الفدا يعمل خواتمة، أثارها الزاهية في خدها شامة، فيها تعابير حاسبة تترجمة. يقع شرق بلدة عين بن فهيد مركز محافظة الأسياح على بعد 1 كيلومتر، ويتمركز في موقع متوسط على إحدى التلال وسط الروضة، بين ماضي قديم وبين حاضر جديد. أبحر الفكر في الأسياح وحوالها، فعل الأمجاد في التاريخ يكتب رصيد، والأمم مجدها ميراث لأجيالها. قصر مارد مشيد للغرض شي أكيد، في سنين عصيبة مظلم ليالها، وإن بنى القصر وامسى مثل عقد فريد، جيد الأسياح يعجب كل من جالها. جبلا أبان الأسمر وأبان الأحمر، وهما جبلان كبيران متجاوران يمر بينهما وادي الرمة في مسيل يسمى الخنق، وذا عصيت هذين الجبلين عند العرب للدلالة على نجد. وبعد السلام ارجع الموضوع أبنات أبان الأسمر والحمر، علها السيل لهن ثلاث أسماء، والأسماء جميلات الثالثة بنات جملة وتفصيل. جبال أبان الشامخات المنيفات، يعرفن اللي يعرف الجادي والسيل، من بينهن وادي وفياض عذيات، الوادي المشهور عذب المداهين. لا تزال توجد صخرة تحمل اسم صخرة عنترة، وعند الأهالي يطلقون عليها حصات صلة، وهي صخرة منفصلة من جال صخري قريب منها. إلى صخرة العبسي يشد القصيد عنان فرس هاجسه، ويغني من أجمل أبياته، هنا الصخرة اللي ثابتة طيلة الأزمان، مغير ملامح حزماً باختلافاته. إلى خلد الماضي فعل فارس الفرسان، وسجل لنا التاريخ قصة تكلم الدرال جواب روع القفا، وسمع بلا انضاف ورسخ في عباراته. يحلو للأهالي تسميته الديرة، حيث هي مراتعهم الأولى والنواة التي انطلقت منها فروع المدينة، ويضم البلد القديم بين جنباته الملاح ومجلس السوق التجاري الكبير والجامع القديم والسبتة. الديرة اللي من جدودك تقربك وتعيشك حلوة الحياة، وطعمها أبوابها من بني أهلها وتعجبك، واسم القطيعة والشمال يسهمها. ومجالس الأسواق ترفع مكاسب، تسعى لعز ضيوفها وتحب
شمها من سورك الشمخ ومبنى مراقب كجيالنا حفظت ترادي خدمها. برمة قارة تقع في شرقي محافظة الشماسية بالمستوي، وهي ليست بالكبيرة لكنها مستديرة سوداء الحجارة تكسوها الرمال من أسفلها. أسالة الأدغم وازبد المستوي ماه، وهل المطر ديمه على راس قارة جبل تقول أشوف بالعين حلياه شامخ الحالة تعرفه في سمارة. هذا جبل برمة وهذا مسمى بما مضى ولا بوقت الحضارة، تشهد رسوم باقية في زوايا، تشهد نقوش خالدة في حجارة، تشهد نقوش خالدة في حجارة. جبل أحمر مشهور في القديم والحديث، في أعلى حجارة صفراء وعر الأعلى، ولذلك تتربى فيه الصقور ويقصدها البدو ليجلبوها منه. لقيت مقلاعها في كشب بين الهضاب، ولقيت مسحابها وقفيت معها طرب، لين اني امسيتها والشمس حول الغياب، قالت طمية هلا بك يا عريب النسب. قالت لي الشوق تل القلب والقلب ذا من زود نار الهوى، صارت ضلوعي حطب شدت بقطن من جور العنا والعذاب، لكن عكاش من دونه يرفع الشمس. تقع على مقربة من محافظة ضرية هضبة طخفة الضخمة التي تعد متنزها لأهالي غرب القصيم. الهمال النشا غيمة عشية انتشى قبله وحدر للشمالي، يسقي يهضاب بذيك الجرهدية، شاه قاتم ما تنافسها جبالي. اخفها الليل الهضاب ملاعبية، من يحد حد يبشر بالهيالي، يوم ضلع سواج ما ناضي الطمية، قال اخفه لي ومن حق